هي دويتشه فيلا كمؤسسه دوليه لها مكانتها ولها الانتاج الضخم الخاص بها، دائما بتكون حريصه على التواجد بالمعارض الدوليه، وماي كونتنت هو واحد من اهم المعارض بالمنطقه، عشان كده حريصين على المشاركة فيه. والله يعني هاي السنة الثالثة اللي بنشارك فيها في المعرض، وإحنا سعداء بحسن التنظيم وسعداء بالنمو اللي بيلقاه المعرض والإقبال اللي بيلقاه، ونتمنى أنه يكون أكبر وأكبر، لأن دبي مركز إعلامي كبير، نتمنى أن المعارض فيه تكون على مستوى وحجم المعارض بأوروبا إن شاء الله.